أشاد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معا بالأجواء الأمنية في محافظة صلاح الدين، مؤكدا أنها جاءت نتيجة دعم وزير الداخلية للأجهزة الأمنية بالمحافظة والعمليات الاستباقية التي تنفذ ضد أوكار الإرهاب، مثنيا على دور المواطن وتعاونه الذي حقق حالة متميزة من الاستقرار. الأمن في محافظة صلاح الدين مستتب والجهود الأمنية واضحة لكل تشكيلاتنا الأمنية، سواء وزارة الداخلية أو التشكيلات الأمنية الأخرى أو أبطال الحشد الشعبي وحتى المواطن. لمسنا تعاون كبير جدا من قبل أهالينا في صلاح الدين، سواء في تكريت أو غيرها من الأقضية والنواحي. هذا مبني على متابعة مستمرة ودعم من قبل سيد وزير الداخلية، يضاف إلى ذلك الجهد الاستخباري وأيضا الجهد الوقائي اللي تقوم به وزارة الداخلية، ناهيك عن الكثير من العمليات الاستباقية التي كانت مبنية على جهد استخباري. أيضا الأخ قائد الشرطة لديه نشاط مميز وملحوظ انعكس إيجابا على الوضع الأمني في صلاح الدين، سواء في محاربة الإرهاب أو محاربة الجريمة الجناية. ونرى اليوم أن محافظة صلاح الدين هي واحدة من أفضل المحافظات على مستوى الاستقرار الأمني.